السلام عليكم. غنوريكم دابا شي منتوجات يلا جاتني من فرنسا. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. كاين سكان، كاين بعض الابيات اللي هما فراشات. مهم نوريكم لي موديل. كاينين دي بارفان، دي ساك بحال هادو، ساك بيج يعني جميل في الشكل ديالو. كاين هذا بلون كاسي، هادو دي موديل. كاينين هادو فراشات على شكل عبايات، يعني كانوا عندنا في فرنسا ودابا هما كاينين عندنا هنا. كاينين هادو دي بارفان عطور يعني جميله في الرائحه ديالهم. هذه على شكل تفاحه. كاين هادو حتى هما عطور جميله فرنسيه يلا اليوم جاوني. كاينين هادو لي مينياتور، لي فري مينياتور عندي هنايا هنا في الرباط، وكاينين عند مدام حوريه في فرنسا. كاينين هادو دي طالون. بالنسبه للعبايات الفراشات عندنا اون بروموسيون توب رائع. اون اتوندون يجيو عبايات اللي كنت صورت لكم، هادو هما اللي كاينين دابا كما تشوفوا. هذه عبايه فراشه، هي هذه عبايه دابا نلبسها المانكا تشوفوها مزيان.